صاحب المستشفى لو قدرت تسمع. قلت له لانه ببلاش سو لا تغالي الا بالغالي، الصرمية اللي بتدفعوا حقها وهيك وهيك. كانت نصيحه بجمل، هلا بكل مالكم صرفوه على علم ابدان واديان قبل ما تجي هالزوابع وتهزنا وتقش العالم. لا تملكوا حتى تنفقوا، شوفوا وين بتحطوا صدقاتكم واهلا وسهلا فيكم، بس بدون ما تتصدقوا بصدقه صادق تكون، وما تكون لنشرب دخان نبعث على المدرسه ونفتح مستشفيات. اكبر مصيبه لما نفتح مستشفى وتستلموا الدوله والوسخ والقرف. شوفوا وين في انسان بحب العلم، علموا واهلا وسهلا فيكم، تكونوا دفعتوا لي حقي وبزياده. اليوم ما بقى في احترام للعلم ابدا. الاحترام هو مين بياخذ شهاده بيحطها على الحيط. ما فيها، هي القصه بسيطه، بدي احط كل شيء في مكانه، القيمه بحطها في مكانها، غير هيك صفى يا حرام، مال حرام وعم يمشي في مكان غلط. ليش معروف انه هالمال اللي بيجي من المصدر ما مزبوط بروح على شيء فاضي؟ لانه هي ما هي ماده، فعل ردة فعل رح يجي طبيعي، وشو ما حاولت ما بيزبط، إجا هيك رح يروح هيك لهالسبب. الإشي اللي له قيمة بحطه في مكانه، الحكمة بتنحط في مكانه. يا الله، ولا حدا، ما أهل جهل ما بدنا، حتى دورات حدا عنده جهل ما حدا، لا ما في، وما في مادة وما في شيء، بس أهل الحكمة بتيجي بتاخد الحكمة. أنا هيك قلت لهم دخلي نتعلم ما بقى بدي تجو راسه وإيده، عندي سكر وسل وسرطان وابني عنده هيك وديك عنده هيك. قلت له قديش عمره ابنك على التليفون؟ قالت لي تا أسأله. دخيلكم سكرت يعني ما بقى في أصطل من هيك. هي بتسأل ابنها قدي عمره، ما بتعرف، هي أستاذة بالجامعة. ما هي عم يضيع وقته ووقتك، لأنه لو بده يصح ما بدي إنسان ياخد مني قوتي. هي ما فيك تاخذها، بس إنه بحزن هيك، ليش أمي تعرب هيك؟ شو اللي وصلنا لهون؟ يلي بده يصح كان فتح الانترنت، كان فتح اي كتاب ميكروبايوتيك والاساس كلمتين ثلاثه. بيسالوني مرات كثير، بجاوب نفس الجواب، ما عندي جواب ثاني، بقول ما عندي جواب ثاني، ما عندي تفاصيل. وقف التيك تيك تيك تيك، وقف السكر، وقف القهوه، وقف الشاي، خذ حبوب كامله مع خضار موسميه وانتهى، خلصنا، ما في شيء ثاني احكيه. ما عندي حبوب الكامله عندك، برغل عندك، كلهم مما يليك ولخي شو الاولياء والانبياء كانوا يستوردوا من اليابان ومن الصين ومن لكن بدنا التفاصيل، بدنا الدواء، وهي بسبب الهبل اللي موجود عندنا، ويا ريت نكون فهمنا كيف نفك الهبل. هذا الكتاب مريم، يلا هلا بنحكي كم من شغله فيه. الكتب كلها موجوده عندي بالبيت هون ببيروت بالاشرفيه، هودي كلهم موجودين، خلص ما في شيء منه موجود على بيت الله الكتب. شكرا ليلي، اذا في شيء كتاب ممنوع بتجيب لك اياه يمكن من الجنه حطه. شوف الاسم، سبريس سبريست انفنشنز، هاي للناس اذر ديسكفريز. للأسف هذا للناس يلي عم بتدور على الدليل، لكن الدليل واضح بالفطرة. حوالي كل الكتاب اكتشافات واختراعات مهمة كتير وكلها طامينة، وبنقتلكم إذا حطيتوها موجودة. هذا الكتاب ما عرفوا كيف انتشر، قال يعني لما قروا الكتاب قالوا هالمعلومات اللي فيه كيف انتشرت. ليش؟ لأنه مش عم يحكي عن الاكتشافات يلي وقفوا بطريقها، هذا عم يذكر بالاسم وبالتاريخ مين اللي وقف بطريقها وشو عملوا. هذا الفرق. للأسف اغلب الناس عم تدور على الدليل، اهل العقل بقول لك حتى افهم، حتى اثبت لي، اعطيني الدليل. اللي عم الدليل بالفطره، ما بده اثبات، لهالسبب بتضلك تدور وما عمرك بتلاقي، الا لا تصحى الفطره عندك وبتشوفها بلا دليل لانك شايفها بهالفطره. حطوا لي لينارد اور بتحضروا اوباما وميتشوكوش كلهم بالسفر، الاحياء بالجسد والبعدين احياء بالروح، خلاص مش ضروري عن ميتشو تشوفه، بلحظه بتشوفه يا سارية الجبل الحكيون، خلصنا. هلا في انترنت وانترنت وسكايب ومايك وفي شيء غيره اهم، خلقك الله بعيني، انت ايه، انت اقوى من ايه الكرسي. انتوا تي يا جماعه رح اذكركم اسمه عامل كرسي، فرجك اياه بتقعد عليها بتفوت على كل المجرات على هالكرسي، مربطه بطريقه للرجل للامراه للطفل هيك وبركب عليها، خلص عليت هونيك بالاكوان كلها. أنت آية الكرسي، أنت كتاب الله المبين من لدن علما، خلاص يا واحد ما فينا، يا واحد ما فيني أقعد مع الميتين، دخيلكم ما في، يعني تقعد مع هالصديق يلي بفهم عليك، هاي هي كتاب خير جليس وفي صديق، والمسيح قال دعوا الأموات يدفنوا بعضهم البعض، ومحمد قال موتوا قبل أن تموتوا، لا ما في وقت حكاهم، يعني حكى ساعة تأمل، حكى المعادة بيت الداء، حكى موتوا قبل أن تموتوا، حكى الدين الفطرة، ما حدا فاهم، ما حدا فاهم.
كيف أهل الدين وأنت شيخ وكرشك هالقد معناته ما عندك فهم؟ ما عندك فهم؟ بتصلي لي 24 ساعة وبتصوم لي كل مش عارف إيش وإيش وإيش، معناته ما في فهم. قال لك عبادات العمر كلها إذا ما في ساعة تأمل شو عم تعمل؟ لأنه بساعة تأمل بفك الشفرة اللي عندي، عبادة عمر كله بزيد الشفرة مش بفكها. ما تسأل هلا كيف يعني بعمل تأمل؟ وين بدي أقرأ كيف هيك؟ بقول له يعني المصيبة إني أنا برد بالبيت لا عندي رجل أعمال ولا عندي هيك، ما لقيت رجل يعني ما في شيء كله نهو، بس هلا بتطلع صرت وما برد. فنفهم شو ما دقيته. نفهم لما قالها الحبيب قالها لأنه عنده حكمة من أول ما ولد وهو هالفطرة عايشة، هالفطرة عايشة ما ضيع لحظة جهل. هالأنبياء ميزتهم إنه ما ضيعوا لحظة جهل واحدة، وبالتالي هالفطرة قوية، هالحكمة كتير قوية. لما يحكي حكمة معناته عنده علم الكون، وحط هالحكمة عن فهم لكل الكون، مش حط هالحكمة لأنه ما عنده. حبيب قلبي قديش منستاهل أوباما يمنع كتاب الحكمة؟ هلأ بدل 5 أجزاء رح يكون 7، وإذا أكثر بقى نحطه 70 و72 إلى اللانهاية. من طلب الحكمة رح يفيق. هالكتاب للي بده الدليل، والدليل بالفطرة، 500 صفحة، كل الصفحات أسماء وتواريخ، عم تفرجي مين يلي عم يوقفوا الطريق، واللي عم يوقفوا بطريق هالعلم suppressed inventions هم المؤسسات الحاكمة العالم، مثل FDA، مثل American Medical Association، CIA، FBI، كلون عارفين يعني مين حاكم العالم، واللي حاكم العالم للأسف بده المادة ما بحط الوسط دولار والعقار ومدري شو هيك، وإذا دولار بلا ما يكون في التوازن بالجهة الثانية رح يقع جناح واحد ما بيطير. فشوفي مريم يعني ما بيخلي شيء بهالكتاب إلا بيحكي عنه. الميديسن بيحكي عن الأسوسيشنز أول شيء، مؤسسات كلها، The Great Fluoridation Hoax. ليش عملوا فلورايديشن بالمية وقالوا هاي كويسة للسنان وكويسة للعظام ومش عارف شو، وكيف هي عم تعمل العكس تماما موجود بالكتاب اللي بده التفاصيل. Deadly Mercury، شفت كلها، كل الزئبق، كل شيء عم نحطه، كل شيء محصوط بالأكل. هلا ما فيني خبركم الزئبق يلي الحشوات الفضة يلي موجودة بالسنان، أول ما بلشت يلاقوا حلول للحشوات دكاترة السنان يلي كانوا موجودين زمان ما كان في حش، يعني كانوا يعملوا تجارب، إشي سيراميك، إشي معدن، إشي هيك، ويعملوا هالتجارب الموجودة. كل الناس يلي عندهم ضمير قالوا المعدن ما حدا يقرب عليه لأنه هذا بدخل فيه الزئبق، والزئبق مصيبة على الصحة. قال الفضة والذهب حكي فيهم يعني إنه، وأنا شفت طبيب أوباما ورح موجود على الموقع إدوارد هاتن. شوف الغريب مريم، يلي عندهم فطرة It's not what you eat, it's with what you eat. ويلي عم تطبخ شوفوها إذا تم هيك، مشان هيك أنا ما بدي روح ولا مركز ولا بدي يكون مع حدا. اللي بدها تطبخ هي لازم تكون عندها الكمال هون، وطلطش نفس عم تطبخي لنفسك، لا الله ولا لهي ولا لهي أنت، ما حدا عم بيدفع لك غني ورقص لك. مش كلهم مؤامرات، عيب يعني، ما فيك تفوت لمطرح. في واحد فاتح محل هالقد بالأشرفية بتشوف تبيع أكل مأكولات، جايب وحدة هيك، قلت له يا خي يعني فت على بنك من يومين، أنا لساني بلوي، قلت له يا خي شو هيدا بنك ولا هيك؟ وين المدير؟ فت قلت له ما هدلت لك، قلت له إذا أنا معي دولار عم بتعيش من دولاري، مش هاي البنت اللي هون لبس هيك ولبس هيك بالطرطق بالصرمية، قلت له يا بدك تعملها فوت عملها بالحمام عملها هون، عيب هيدا بنك هاد ما بتشوفه برا بتبهدل أوباما، فيك ما تقوصه، بس إذا بدك كمان بتقوصه، قوصنا كندي هون ما في إلا مين اللي حاكي هزمز عزلز بنك يعني. عارفين ليش عم يحطوا هالكبت؟ كل شيء بيجي واحد لعندها عم بيطلع فيها، قلت لي أختي ليكي يا رجال كبير عم بيطلع فيك ما عم بيعرف تعد بالدولارات غلط، قال لي معك حق عاملي هاي. تاني يوم رحت أشوفها، قلت شو عملتي؟ قال لبسي لأن الهواء بده يسفق لها ظهرها، بده يسفق لك ظهري. شو بدي أخبركم يعني مصيبة، كفينا هاي المصيبة هون، فإذا كله هذا موجود كيف بدنا نقتل هالإنسان؟ ليش هو تنطلع مصاري؟ لا تنعمل حرب، ليش تنجيب سلاح؟ تنقتل مين؟ 2 مليار مسلم يا خي فيك تقتله، هيدا هو الحل. النار بتنطفى بالنار، فوق النار بالمي، رح يجي وقت ما في مي في بترول. إذا عاشت الكرة الأرضية للسنة 70 ما في مي بنموت من قلة المي. إذا بنضل نخلف، قال له إذا كنت حبيبك إذا كنت على النهر، قال له وفي ما تسرف المسرفون ما في. وبعدنا منخلف، والمشكلة بتقول للواحد ليه بتخلف؟ ما بصير في